وأنا أسلم عليكم وأحييكم، أشعر بالإطمئنان الكامل على القدس، لأن هذه الوجوه النضرة المناضلة هي التي تحمي القدس الآن، وهي التي تدافع عن القدس. ولذلك نحن مطمئنون تماما على أن القدس ستكون بخير، رغم أن الإسرائيليين يشنون علينا حربا ضروسا شرسة لا هوادة لها، لا هوادة بها، ولكن يجب أن نقول جميعا نحن لها، نحن في القدس وسنبقى في القدس وسنحمي القدس وسنحمي مقدساتنا المسيحية والإسلامية، ولن نغادر بلدنا، لن نغادر بلدنا، سنبقى متمسكين بكل ذرة تراب في هذا البلد. فعلا أنا اليوم مطمئن أن أمرا لن يحصل، أمرا سيئا لن يحصل للقدس، وإنما نحن سنستمر في الدفاع عنها. نحن في كل الظروف نتحدث مع الجميع ونتكلم مع الجميع، والكل يسأل ماذا نعمل، ونحن لن نترك بابا إلا ونطرقه من أجل أن نرفع صوت القدس عاليا إلى الأمام إن شاء الله. نحييكم، نحيي المرابطات والمرابطين، نحيي كل ذرة دم أريقت في سبيل القدس، فهي دماء نظيفة، دماء نقية، دماء في سبيل الله إن شاء الله، وكل شهيد سيكون في الجنة، وكل جريح سيكتب له الله الثواب. إخواننا الأعزاء، نحن هنا كلنا من أجل القدس، وأقول لكم بصراحة، دولة فلسطينية بدون القدس لن تقوم. يجب أن تقوم الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، بعاصمتها القدس الشرقية، بعاصمتها القدس التي احتلت عام 67. كل إجراءاتهم لن نسمح بها، هذه التقسيمات، هذا الأقصى لنا، والقيامة لنا، كلها لنا، لا يحق لهم أن يدنسوها، أن يدنسوها بأقدامهم القذرة، فلن نسمح لهم، وسنعمل كل ما نستطيع من أجل حماية القدس، والله يوفقكم إن شاء الله. كبار المسؤولين، الأخوة المقدسيين، النشامة اللي في كل يوم بيثبتوا بأن القدس لا يمكن أن تكون إلا لهم. جمع سيادة الرئيس اليوم إليكم حقيقة لنطمئنكم أن القدس بخير كما أشرت، وأن في القدس شباب قادرين بعون الله أن يحموا القدس ومقدسات القدس، ولقد أثبتوا ذلك عبر فترات طويلة من القمع والحسم الإسرائيلي، وكانوا في كل مرة يحبطون كل المخططات الإسرائيلية. بالأمس وأول أمس وقبله كانت أيام سوداء حقيقة في سماء الأقصى وفي سماء القدس، لا يمكن أن ننكر ذلك. عندما دخل إلى المسجد وإلى الباحات مجموعات كبيرة من الأمن والقوات الخاصة ومعهم أوامر يعني بالضرب والإهانة والاستهانة بالمكان والاستهانة بقدسية المكان والإنسان الفلسطيني، وكان نتنياهو طبعا هذه كلها تأتي بقرارات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان يفكر بأن هذا يردع المقدسيين أو يخيفهم. نعم، وبالتالي ما حصل حقيقة أنه هم نعم يغلقون الأبواب ويمنعوننا، ولكن هذا المنع لا يمنعنا في نهاية المطاف إلا وأن ندخل،
ولو انتظرنا ساعة أو ساعتين أو ثلاثة في النهاية المحصلة سندخل، وهذا هو الشيء اللي هم بيعرفوه جيدا. إغلاق المصلى القبلي، نعم يتركون الشباب جوا ويغلقون الأبواب وكسروا الأبواب وكسروا الشبابيك، ولكن الشباب موجودين ويحمون المحل من الداخل، من الداخل ومن الخارج يحمون المحل رجالا ونساء كبارا وشيوخا وأطفالا. المشهد سيادة الرئيس مشهد يعني جميل جدا، وإن كانت في دماء وإن كان في اعتقالات وكان في قتل وضرب، ولكن المشهد في أروقة القدس وفي أقواس القدس وأمام مداخل الأقصى العظيم منظر رهيب في تاريخ المدينة، يجب أن نفخر به، ويجب دائما أن نكون كما تفضل مطمئنين بأن قضية القدس لا يحركها مجموعة من الغلاة التطرف اللي قدموا إلى هذه الأرض من أجل سرقة الأرض ومن أجل العبث بتاريخ المدينة وبثقافتها ومقارعة أهلها في القرى وفي المدن وفي كل مكان. نحن سيادة الرئيس هذا اللقاء الواقع لقاء أولا لتطمينكم، لقاء لنجدد البيعة، ونقول سيبقى المقدسيون إن شاء الله على العهد، لن يتنازلوا عن شبر أو عن نقطة تراب أبدا، لأننا نحن تعودنا أن نعيش على هواء القدس، وبدون هذا الهواء ليست لنا حياة. 360-370 ألف فلسطيني يعيشون في القدس هم الذين سيحمون القدس والقادرين على حماية القدس، وفشلت كل سياسات نتنياهو وزمرته في أن يغيروا شيء حتى الآن. سنبقى إن شاء الله على هذا العهد اطمئن، ونحن بعونكم وبدعمكم وبدعم إن شاء الله الإخوة العرب والمسلمين أيضا من الخارج اللي كلامهم يعطينا شيء من الأمل، يعطينا شيء من المعنويات العالية، ستبقى الطريق إن شاء الله إلى القدس لتكون عاصمة دولتنا. وبارك الله فيك وشكرا.